أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قطع صوم كفارة الظهار عذر كالمرض أو السفر، فهل يستأنف صيامه من جديد أم أنه يكمله؟ يعني كلامنا راح ما له أثر، قلنا هذا وكررنا، قلنا إذا كان الصوم لعذر فإنه لا يقطع التتابع، يبني على ما مضى. فكان الصوم الإفطار لعذر فإنه لا يقطع التتابع بل يبني على ما مضى. نعم.